ديال السلامات الرقوية اللي هو 18 فبراير من كل سنة، واللي قمنا فيه بعديد من الإجراءات، وهذه الإجراءات هي متنوعة مرتبطة بالزيارات الميدانية، مرتبطة بتدشين العديد من ما هو بنية تحتية، ولكن أيضا مراكز ديال السلامة الطرقية، وفيها كما رأيتم واحد الأمسية فنية ثقافية اللي كانت في الدوزيم على أساس أننا نهضروا على السلامة الطرقية، فيها مجموعة من الإجراءات. اليوم في هذا اليوم بالضبط نقوموا بتوزيع الرادارات الأولى اللي توصلنا بها عن طريق اللجنة الوطنية، وتسلمنا 280 رادار للإخوان ديال الدرك الملكي والإخوان ديال الأمن الوطني على أساس 140 140، وهذه دفعة أولى، وغتكون إن شاء الله خلال 2019 دفعة ثانية باش نزيبوا 280 رادار آخر. تبيننا على أنه كاين إشكال في الناس في الفترة الأخيرة، زيادة في السرعة، وهذه الزيادة في السرعة وللأسف لأن الناس بدأوا يلاحظوا أن الرادارات كان فيهم واحد النوع ديال النقص، فإذا اليوم غادي نستجيبوا مباشرة، لأن تنقولوا السلامة الطرقية فيما تنشوف واحد الخلل ولا واحد النقص تنحاولوا أننا نغطيه. إذا ارتفعت السرعة في أواخر 2018 وكانوا فيها حوادث وقتل كثيرين، اليوم هذه الدفعة ديال الرادارات تمكننا بأننا بالفعل نستجيبوا لهذا النقص اللي كان حاصل. هذه الرادارات فيهم تقنيات جديدة اللي تتمكن من أننا نديروا المراقبة حتى بالليل، وهذا ما لم يكن متاحا الى اليوم، بمعنى نبداو نديروا المراقبه 24 ساعه على 24، وايضا تمكنوا من اننا نديروا المراقبه الى حدود بكيلومتر او 200 متر، وهذا غيسمح ايضا باش نبقاو نتبعوا السيارات على واحد المسافه اللي هي معينه. انتم متواجدين معنا الان في القافله ديال السلامه الطرقيه اللي انطلقت من هنا من المقر ديال وزاره كتابه الدوله للنقل، اللي اقتنينا واحد 280 رادار اللي غادي نقدموهم ان شاء الله للامن الوطني والدرك الملكي. كما تعرفون ان السرعه هي من اسباب ديال خطوره سيد الحوادث السير، لان فقط بسرعه 30 كيلومتر في الساعه يمكن لي نؤدي الجرح، لان الشخص مثلا خصوصا الراجل ما يمكنلوش يتصدى الصدمه الا كانت في اقل من 30 كيلومتر في الساعه، وبالتالي لو وصلنا حتى 50 كيلومتر في الساعه 80% هذاك الراجل يمكن له يتوفى. ومن هذه الخصائص يمكننا نقولوا بان السرعه في داخل المجال الحضري خصوصا هاد السنه ديال 2018 الهب فقط بدوك الرادارات الثابته سجلنا ارتفاع ديال 20%، لا بالخصوص ديال المخالفات من الدرجه الثالثه اللي تتكون السرعه ما تتجاوز 20 كيلومتر في الساعه من السرعه القانونيه، وكذلك واحد 22% الدرجه ديال الثانيه، المخالفه الدرجه الثانيه اللي تتكون السرعه متجاوزه ما بين 20 حتى 30 كيلومتر في الساعه، وواحد 19% ديال السرعه اللي تتكون ما بين 30 حتى 50 كيلومتر في الساعه فوق من ديك السرعه القانونيه اللي في هذاك المقطع الطرقي. والخطير من هذا الشيء هذا هو الجناح، يعني ارتفعنا هذه المخالفات في 2018 من ازيد ديال 20% هي كذلك، اللي تتكون السرعه متجاوزه بواحد 50 كم في الساعه بالنسبه للسرعه القانونيه، وبالتالي هذا تيجعل بان العدد ديال القتلى خصوصا بداخل المجال الحضري، لان كما قلت لكم قبل بان غير ب 50 كم في الساعه يمكن لي دير الوفاه ديال 80%، ارتفعنا بان عندنا تسجلنا في 2018 1022 قتيل داخل المجال الحضري، وكلهم تيكونوا عديمه من مستعملين الطريق عديمه الحمايه. وبالتالي انتقينا هذا النوع الجديد من الرادار. هذا النوع الجديد من الرادار يمكن نقول لكم بان يمكن نخدموه في النهار وبالليل، ماشي بحال الرادارات المحموله القديمه اللي كانت تستعمل هي بالنهار، هذه يمكن نخدموه بالليل وبالنهار، ويمكن لي نسجل كاع السرعه اللي تتفوت مثلا حتى 350 كم في الساعه يمكن لي نسجلها بهذا الرادار، ويمكن لي نقبض مثلا المخالف على بعد ازيد من 1000 متر بهذا الرادار الجديد، وعندنا يمكن نستوكيو حتى 35000 مخالفه في ان واحد بهذا سميتو بالصور، الا استعملنا الفيديو تنوصلوا حتى 10000 مخالفه في النهار، وهذا جد مهم بهذا سميتو. هذا الصنف الجديد ديال هذا الرادارات يمكن كلنا نستعملوهم حتى بالنسبه لهذا مثلا العربات الثقيله والخفيفه، فبواحد البوطونه يمكن لي نبدل باش يمكن لي بغيت نشوف مثلا مخالف ديال اوتوكار ولا 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 شاحنه، يمكن لي من واحد هذا يمكن لي نقبط المخالفه ديالو، لان كما تعرفون على الاصناف عندهم كل واحد السرعه القانونيه ديالو. التفعيل ديالو من الان، التفعيل ديالو من الان. حنا الحمد لله اقتنينا واحد 280 رادار في هذه الصفحه ديال 2018.